بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، سيد الرئيس المنتدب، السادة أعضاء المكتب التنفيذي، السادة أعضاء المجلس الإداري، الحضور الكريم كل باسمه وصفته. ينعقد بطبيعة الحال هذا الجمع العادي الذي ينص عليه النظام الداخلي والنظام الأساسي لمؤسسة الوزارات الكبرى. الرئيس المؤسس لمؤسسة الوزارات الكبرى لتلاوة كلمته بمناسبة هذا الجمع المبارك ومعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الشهور في أعمالنا وأعمال شهر الجمع العادي، أدعو الحضور الكريم لتلاوة الفاتحة على روح أحد مؤسسي هذه الجمعية، فهو الحاج عمر وعيد الذي توفته المنية خلال هذا السنة، ترمد الله برحمة واسعة وأذكره فسح الجمعات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات السيدات والسادة المدعوين، أعضاء ومنخرطي مؤسسة وزارة الكرة المستدامة، أيها الحضور الكريم، يشرفني بداية أن أعبر لكم عن الشكر الجزيل عن تلبيتكم والدعوة لحضور أشغال هذا الجمع العام الذي يلتئم بمدينتنا العزيزة وزازات بعد فترة تأخير خارج عن إرادتنا، وذلك ناتج عن ظروفنا الصحية. وإذا كانت محطتنا اليوم مناسبة لتجديد هيكل المؤسسة وتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة ديالنا، 4600 من النساء و 3019 من الأطفال و 2000 من الرجال، وقد شمل التدخل عدة تخصصات مثل أنظار أمراض النساء وجراحة المسالك البولية وأمراض الغدد والسكري وجراحة الأنف والأذن والحجرة وجراحة الأطفال والقلب والشرايين. ثانيا، مجال الدعم مقدم جمعيات إنسانية سعي منها لتقوية وتنويع مجال تدخلها وتعزيزها لعمل جمعيات إنسانية عاملة المستسعى على تمكين العديد من الجمعيات من تجهيزات تربية وأدوية من تمويلات وإمدادا منها في زرع الروح الرياضية والمنطقة. قامت المستسعى بالكريم على الكفاءات الرياضية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لعائلاتهم. هذا السيد أمين المال المؤسسة حتى يدلنا بتقرير المالي وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سادة الرئيس، سيادة الرئيس المنتدب، حضرات أعضاء المؤسسة المحترمين، السيدات والسادة المتعاونين الكرام، أيها الحضور الكريم كل باسمي
شكرا سيدي الرئيس. الاخوات والاخوه الكرام، انا جد سعيد انني انتوجت في هذا اللقاء والتواصل مع واحد العدد ديال الوجوه اللي مشفتهم شحال هذا، واحد العدد ديال الاخوان اللي كانوا معنا من المؤسسين ديال المؤسسه من خلال تقارير سواء المالي او الادبي، هو يبشر على ان المؤسسه تسير فعلا الاتجاه الذي نتمنى ان تسير فيه ان شاء الله. ان شاء الله هذا الباص تاعي بحكم القانون على عدد المراجع العاديه، بحكم القانون خاصه مجبور نفوتوش الحاجه القانونيه، ولكن ان شاء الله في المستقبل غيكون احسن. الامل كاين القدام، كنتمنوا الوجوه الجديده والدماء الجديده ان شاء الله تستطع انها تنجز او تحقق الحوايج اللي ما تستطعش يحققوهم المكتب القديم، الواجبات ديالنا، ولكن كنتمنوا اننا نزيدوا الان لا فيرسيون جديده ديال لا فونداسيون، فونداسيون 4.0 ترتبط بجيل جديد، ابتكارات جديده، مشاريع جديده اللي كتبني اساسا برامجها على الشراكات لي 3P اساسا بارتنريا بريفي بوبليك. نشكر حتى القائمين على الحضاره ديال المؤسسه المداومين، لانه التيم ديال التقرير الادبي اللي كيشمل واحد المجموعه ديال الانشطه المختلفه اللي كتلمس تقريبا جميع الشرائح الاجتماعيه، وشكرا على المجهودات المبذوله. عندي اقتراح، لان عند تاسيس المؤسسه الكبرى كان عندنا حنا فرصه واحد الامل. السيد الرئيس المنتدب، السيد الامين، الساده المتدخلين والمتدخلات على الاقتراحات ديالهم، اكيد انه كمتتبعين وكمنخرطين في العمل ديال مؤسسه وزاره الكبرى للتنميه المستدامه منذ تاسيسها، اكيد كان هناك واحد التراكم، كان هناك واحد النوع ديال الانشطه. علينا بالاعتبارات كذلك التحديات التي تنتظر المؤسسه، ونحن بطبيعه الحال نقول هذا، نسترجع اولا لنحيي من كان وراء هذه الفكره، فكره التاسيس. الشريفة
السيد محمد رشد الشريلي رئيس مؤسسة وزارة الكبرى للتنمية المستدامة أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المؤسسة أن يرفع إلى السدة العالية لله بمناسبة انعقاد الجمع العام العادي للمؤسسة يوم 19 أكتوبر 2019 بمدينة وزازات أسمى آيات الولاء والإخلاص وأغلى مشاعر التعلق والوفاء مؤكدا لجنابكم الشريف تجنبنا تحت قيادتكم الحكيمة للمساهمة في مواكبة خطواتكم المباركة والسعي دوما لتحقيق ما تصبون إليه وترضونه في بلدكم الأمين. مولاي، لقد تم في هذا الاجتماع تجديد هياكل المؤسسة للمجلس الإداري ومكتب المسير، كما عرفت أشغاله تقديم حصيلة عمل المؤسسة للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2019، والتي تميزت بعدد من الأنشطة والمبادرات لا سيما في المجال الاجتماعي والثقافي والتربوي والصحي والرياضي والسياحي والتنموي بتشارك وفي انسجام وتكامل مع مختلف الفاعلين من مؤسسات عمومية وهيئات منتخبة ونسيج جمعوي مستلهمين بكل فخر واعتزاز فلسفة عملنا من التوجيهات السامية لجلالتكم المليفة التي جعلت من التنمية البشرية جوهر كل تنمية شاملة ومستدامة. مولاي، تهدف الآفاق المستقبلية لعمل المؤسسة إلى الإسهام كمجتمع مدني في بلورة النموذج التنموي الجديد انطلاقاً من خصوصيات المنطقة التي تعتبر بوابة للمغرب الصحراوي الجنوبي وتحتضن مقومات ثقافية وحضارية وترابية تشكل الركيزة الأساسية للجهوية المتقدمة لجهات درعة فيلالت. غايتنا المساهمة في تأهيل العنصر البشري والتنمية البشرية بغية تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة لما فيه خير لساكنة المنطقة وفق الرؤية الملكية السديدة الواردة في خطاب العاشر هذه السنة. أبقاكم الله يا مولاي ذخراً وملاذاً لهذه الأمة وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وحقق على أيديكم الكريمة ما تصبون إليه من خير ويمن لبلدنا العزيز وأقر عينكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وبشقيقته المصونة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة وشد أزركم بشقيقكم السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام على مقام العالي بالله. وحرر بورزازات بتاريخ 20/0/1441 الموافق ل 19 أكتوبر 2019 محمد رشدي الشريبي رئيس مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة بورزازات. Thank you.